يا مساء الجمال، تعالوا نتكلم في الحلقة دي عن طرق تسويق مجانية على الفيسبوك لازم تبدأ تستخدمها. لو لسه ما عملتش سبسكرايب للقناة هنا، انزل دلوقتي اعمل سبسكرايب عشان احنا بنتكلم عن كل حاجة بتخص التسويق الإلكتروني. وزي ما عملنا في الحلقات اللي فاتت، بعد أسبوع هنختار كومنت من المكتوبين وهيكسب معانا 10 دولار. هنتواصل معاه ونشوف هنحولها له ازاي. انزل دلوقتي اكتب كومنت واعمل سبسكرايب للقناة هنا، ولو المحتوى عجبك ياريت تشيره للناس المهتمين. يلا بينا نبدأ. الفترة اللي فاتت اعلانات الفيسبوك بقت صعبة جدا جدا، والناس اللي بتبقى شغالة من زمان في اعلانات الفيسبوك وليكن مثلا من 2015 ولا 2013 هتبقى فاهمة قصدي يعني ايه بقت صعبة. طب ليه اعلانات الفيسبوك بقت صعبة؟ اولا الدولار غلي جدا جدا في البنك المركزي، ان طبعا الفيسبوك بيعاملنا بالدولار بتاع البنك المركزي. يعني احنا زمان لو كنا بنعمل اعلان ب 10 دولار اللي هو 50 جنيه، لو عايزين نعمله في اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي ب 10 دولار ب 300 جنيه، فطبعا السعر غلي بتاع الاعلان نفسه. المنافسه زادت جدا 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 جدا. اي حد دلوقتي بقى بيخش بيعمل اعلان، سواء هو فاهم ومتمرس او شاطر في النقطه دي، او هو بيجرب حظه او هو بيعمل اعلان، المهم ان المنافسه زادت. وطبعا احنا فاهمين ان الفيسبوك زي ما اتكلمنا كتير جدا في الحلقات هنا ان الفيسبوك بيتعامل بالمنافسه. وطبعا الاخيره ودي اهم حاجه دلوقتي، مشاكل الدفع بالدولار اللي احنا بنواجهها كلنا. طيب بناء على كل الكلام ده نعمل ايه؟ انا جاي في الفيديو ده اقول لك على شويه خطوات كده ان انت تبدا تسوق تسويق مجاني لمنتجاتك او خدماتك، بحيث ان انت تبعد شويه عن الاعلانات. ممكن تستمر في الاعلانات وتعمل اللي انا هقول لك عليه دلوقتي. يلا بينا نتكلم. اول نقطه، انت لازم تبدا تستخدم الريلز على الفيسبوك والانستجرام، طبعا الشورتس على اليوتيوب والتيك توك في تسويق منتجاتك او خدماتك. والموضوع ده بسيط جدا جدا جدا. معاك موبايل بتصور المنتج او الخدمه بتاعتك وبتتكلم فيها. طبعا لو انت عرفت تعمل طريقه كرياتيف وتشد العميل والكلام ده كله، الحاجات اللي هي الريلز اللي احنا بنتكلم عليها، طبعا يفضل. لو ما عرفتش، على الاقل ان انت بتصور وبتبعت، وطبعا لما بتيجي بتنزل الريلز ايا كان في اي منصه بتحط الهاشتاجات المناسبه للمجال بتاعك، ومع الوقت هتبدا توصل للجمهور بتاعك. ده رقم واحد. رقم اتنين، التسويق بالمحتوى، وده داخل تحتيه الريلز طبعا. ان انت تصور المنتج بتاعك، تتكلم عن مميزات المنتج بتاعك، انت تقدر تطلع تقدم محتوى عن المجال بتاعك ايا كان، انت حلاق، انت كهربائي، انت دكتور، انت شركه تشطيبات، اي حاجه، تبدا تطلع تتكلم في المحتوى بتاعك وبتنزله على المنصات دي كلها زي ما بقولك. ده كده رقم اتنين. رقم تلاتة، التشير على الجروبات، الجروب الخاصه بالمجال بتاعك. بتبدا تخش تبقى عامل، طبعا انت على الصفحه بتاعتك دلوقتي مش على البروفايل الشخصي، بتخش تعمل سيرش مثلا، انت مثلا بتكلم على التشطيبات مثلا يعني، فبتخش على السيرش هتكتب التشطيبات مثلا، عريس وعروسه، فستان فرح، كل حاجه خاصه مثلا بالجواز او التشطيبات والكلام ده كله، وبتبدا تشير البوستات بتاعتك. ولازم تحط تارجت لنفسك كده، انا مثلا كل حد واثنين هنزل البوستات اللي بتقول 1 2 3 هشير مثلا على الجروبات كلها. بتخش تعمل جوين في كل الجروبات. طب انت مثلا بتخدم منطقه معينه، انت حلاق مثلا او دكتور او اي حاجه، مثلا انت في عين شمس، هتخش في السيرش تكتب عين شمس، هتلاقي بقى مثلا ايه، بيع واشتري حاجات في عين شمس، اعلانات في عين شمس مجانا، جروب ملاك عين شمس، هوانم عين شمس. بتخش على الجروبات دي كلها، وكل اسبوع لازم بتحدد يوم او يومين بتخش تشير على الجروبات دي، ان ده جمهورك المستهدف في منطقتك. وطبعا الكلام اللي انت بتشيره يفضل طبعا طبعا يكون في ميزه تنافسيه عشان برضو يشد الناس. ده كده رقم 3. رقم 4، ابدا استخدم منصات التسويق المجانيه. بمعنى عندك دلوقتي دوبيزل اللي هي كانت اوليكس. لو انت بتبيع منتج، دوبيزل ما بتقدمش خدمات، دوبيزل بتقدم منتجات. لو انت بتبيع منتج، ابدا نزل كل اسبوع، ولو تعرف كل يومين ثلاثه بتنزل مثلا 3 4 منتجات. بتبيع مثلا عرايس اطفال، تقعد تنزل العروسه وسعرها، بتبيع مثلا كنب، بتبيع ايا كان اللي انت بتبيعه، تبدا بتنزل وبتصور صور احترافيه للمنتج بتاعك، او حتى لو مش احترافيه، ان دي كده كده منصات برضو ساعات بتبقى مستعمل والكلام ده، فهي مش هتفرق معاها احترافيه او مش احترافيه. تمام، زي ما قلنا المنصات اللي جاي في دماغي حاليا اوليكس اللي هي دوبيزل، وماركت بليس. ماركت بليس طبعا بتاع الفيسبوك، ده اللي جاي في دماغي دلوقتي حالا. انت دلوقتي لو مشيت على الاربع خطوات اللي انا قلت لك عليهم في الفيديو ده، صدقني مبيعاتك هتزيد جدا جدا جدا،
وانا بكلمك كده عن خبره في مجالات كتير جدا في التسويق. فابدا اعمل الموضوع ده. والميزه طبعا في التسويق الاورجانيك اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديو ده، ان انت لما بيجي لك اوردر انت ما دفعتش اي ثمن للاعلان، وزي ما قلت لك الاعلانات بقت غاليه جدا جدا جدا. فنصيحه في الاخر، ده قلت لك على التسويق المجاني. طب بالنسبه للتسويق المدفوع دلوقتي، انت لو المنتج بتاعك ما بتكسبش فيه اقل من مثلا 5000 جنيه، او الخدمه بتاعتك ما بتكسبش فيها اقل من 5000 جنيه، مفيش. يعني انت مثلا بتعمل حاجه، عندك ويب سايت بتبيع مثلا كوتشي، الكوتشي مكسبك 70 80 جنيه، النت بروفيت بتاعك الصافي من الكوتش 70 80 جنيه، تمام؟ ما تروحش تقول لي انا هعمل اعلان ب 3000 جنيه ولا 4000 ولا 5000 وهبيع. اه تمام هبيع، بس هتحسب الحسبه في الاخر هتلاقي اللي انت صرفته اكتر بكتير من المكسب اللي جالك، او يعادله، او من الاخر هتحس ان انت حرقت على الفاضي حتى لو المكسب بسيط، تمام؟ يبقى طب ايه الحل لو انا مثلا ببيع كوتش والكلام ده كله؟ يبقى الحل ان انت تعمل براند لنفسك، مش مجرد اعلان انت بتعمله علشان تجيب بيه مبيعات وخلاص. تعمل براند لنفسك. طب مثلا ان انت لو بيبيع مثلا شغال في ريل استيت العقارات، وطبعا معروف مكسب العقار لما بيبيع 30 40 50 60 الف وساعات اكتر، يبقى ما فيش مشكله لما تحرق اعلان ب 10 20 الف. لو بعت بيعه واحده في ال 20 الف مثلا، بيعه واحده، طبعا لو احنا بنعمل مثلا في ناس عقارات جديدين كتير بنشتغل لهم، لا البيعه بتبقى يعني ممكن بنعمل بيعه واثنين وثلاثه في الكامبين، وساعات بيعه وساعات ما فيش، ده طبيعي. بس انا قصدي لما بيجي بيعه انت كسبت 50 60 الف وصرفت على 20 الف، يبقى المكسب 40 الف عكس اي حاجه تانية. يبقى ده تقدر تقول انا هعمل اعلان بس، تمام؟ العقارات مثلا، بتبيع منتج عربيات مثلا ومكسبك في العربيات مثلا 10000، يبقى انا هعمل مجرد اعلان، مش لازم اعمل براند لنفسي، هعمل مجرد اعلان ب 5000 ب 10000 ادين مكسب مثلا 20000. ف اتمنى دلوقتي، يعني دي كانت معلومه جت في دماغي كده حبيت ان انا اقولها للناس بصراحه، علشان الاعلانات غليت جدا جدا وبقى في مشاكل في الدفع كتير جدا. فلو عندك اي استفسار انزل سيبه لنا، وما تنساش المسابقه لو انت سبت اي كومنت، وارد جدا تكسب معانا 10 دولار في اقرب وقت. لو لسه ما عملتش سبسكرايب انزل دلوقتي اعمل سبسكرايب للقناه هنا، عشان احنا بنتكلم عن كل حاجه بتخص التسويق الالكتروني، وهسيب لك لينك التليجرام الخاص بينا في الوصف، خش عليه علشان تشوف كل جديد بننزله. شكرا.